اللي هي بنايه النادي الاولمبي. النادي الاولمبي وسائر في العالميه على ساحه عنتر. اوكي هذا النادي الاولمبي. هذا بنايه النادي الاولمبي حقيقه يعني بذاك ذيك الفتره تعتبر نواه لمجمع تخطيطي رياضي متكامل يمتد من ساحه عنتر الى طريق محمد القاسم السريع. يعني طريق محمد القاسم مساحه عملاقه بها مسابح بها مناطق ملاعب رياضيه. هذه تعتبر مقر اداري، تعتبر مقر الوحيده اللي تنفذت من المشروع الوحيده. ويفترض انه هاي البنايه تصير الان متحف. يفترض. طيب. تصير متحف لانه هي المفتاح للعماره العراقيه. طيب.